السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وفي هذا الفيديو حبيت نديكم معايا من خلال هذه السهرة الرمضانية ولا الخرجة الخفيفة اللي عملتها في رمضان، يعني في ليلة الأمس بعد ما تناولنا كما نقولوا فطور رمضان، يعني وجبة الإفطار تاع رمضان. خرجت مع زوجي تاعي وأولادي، عدنا بعض كما نقولوا الأشياء حابة نشريهم بمناسبة عيد الفطر المبارك إن شاء الله. بقى وليت كما نقولوا من المرة اللي فاتت ناقصين، مثل ما شفتوا بنات شاركت معكم مشترياتي البناتي تاع عيد الفطر المبارك، الا انه مازالوا هكذا خاصيني بعض الاغراض. قلت نتشجع على شلاله نخرج اليوم ونروح نشري لولادي الحوايج اللي ناقصينهم. ما كومام يعني ما لما رجعت ثاني بقاو ناقصين يعني حوايج هكذا. المهم اللي يعني حبيت نعطيكم نظره فقط على الاسواق والمحلات هكذا في البلد تاعنا الجزائر وفي الولايه تاعنا بالاخص كيفاش تكون. يعني ما شاء الله واحد الاجواء بنات يعني هايله، اللي ما خرجتش ننصحها انها تتشجع تخرج في الليل هكذا، تكون على الاقل فتره هكذا وتشري حوايجها بعقلها. مهم بنات عملت لكم جوله داخل محلات، ثانية داخل محلات أيضا بيع الحلويات عطيتكم نظرة، وفي آخر الفيديو ثاني ما نسيتكمش شاركت معكم مشترياتي اللي شريتها. يعني تبعوا الفيديو إن شاء الله للآخر، راح تشوفوا المشتريات الخفيفة اللي تبقات لي البنات نتاعي من إكسسوارات وغيرها إلى كيف يقولوا العيد الفطر المبارك. إحنا رانا نوجدوا ان شاء الله يعيشنا الله عز وجل هذاك النهار ونفرحوا ان شاء الله ونعيدوا بالصحه ولهنا احنا وجميع المسلمين والمسلمات وجميع العائلات العربيه ان شاء الله يا ربي. المهم بنات اقول لكم فضلا وليس امرا، ما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد باذن الله تعالى. تابعوا الفيديو الاخير ان شاء الله راح ينال اعجابكم، ونقول لكم دمتم في رعاية الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله. الله أكبر الله
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. وصلنا للدار، هذه هي المشتريات اللي شريتها كما نقولوا مشتريات خفيفة، ما طولتش عليكم. شريت هذه لوليدي كما نقولوا، هذه هكذا كشول شابون كشول تجي مع اللبسه نتاعو. والبنات شريت لهم هذا ساكادو، هذه البنتي الصغيره اروى جاي قري كما نقولوا كما لون الحذاء تاعهم الصباط نتاعها، هذه تاع بنتي اروى وهذه تاع بنتي الكبيره، هذه وهذه وهذه تاع وليدي تجي مع الحزام كما نقولوا. جاوني في ثلاثة، في ثلاثة جاوني بميتين وخمسين كما نقولوا، هذه مية مية وهذه وقيل خمسين ألف. وهذه ألعاب كما نقولوا تاع العيد، هذه تاع بنتي الكبيرة خيرهم وحدهم كما نقولوا، هذه تاع بنتي الكبيرة وهذه تاع بنتي الصغيرة، كل واحدة خيرت حاجتها وحدها. وهذه تاع وليدي محمد سيارة اللي سميت على عليه القناة كما نقولوا. هذه تاع وليدي ثاني لعبه كما نقولوا، العاب تاع العيد من العيد العيد لازم نشري لهم هكذا العاب. وهذو شريتهم لبناتي كما نقولوا مساسك تاع الشعر هكذا تجيهم مع لبستهم جايه هكذا هذا الكولير. اللي شاف معايا الفيديوهات من قبل يعرف يعني اللبسه تاعهم كيفاه جايه. كما نقولوا شريت لهم زوج، وحده 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 نديرها لهم على جنب، راحه كما نقولوا نطلق لهم ان شاء الله شعرهم ونديرها لهم على جنب. هذو ثاني كما نقولوا شوشوات هكذا مثلا الى عرقوا ولا نشد لهم بهم شعرهم هكذا. وهذا كما نقولوا البخور ولا كل واحد كيف يسميه، باش ان شاء الله نهار العيد هكذا الى حيينا ان شاء الله يا ربي وقدرنا الله عز وجل البخور ها هو نديروه هكذا على الاقل هكذا يعطي ريحه مليحه في الدار. ومنا هاوليكم مهم او ما مغلوق. وهذو البنات كما نقولوا شريتهم نفايخات ولا نبيلات ولا شريتهم نهار العيد ان شاء الله نديروهم ونديرو بهم جو هكذا. هذو شروهم بناتي اخواتهم صغار، هذا تاع بناتي شروهم كيف كيف. هذو هما. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله ينال اعجابكم. نقول لكم ما تنساوليش فضلا وليس امرا بالاعجاب والاشتراك مع تفعيل الجرس على الكل لكي يصلكم كل جديد. هذا تاع بنتي صغيره قلت لكم شوفوه. ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، عيد فطر مبارك ان شاء الله يا ربي. الى اللقاء.